يعني ليك تعليق؟ انا ليا تعليق بس. انا يعني انا بس انا كنت جاي بحاول اخد اجابات سريعه، لان في كلام كتير مثار على الاسماعيلي ولاعيبته كابتن ايهاب جلال لا انا وظروف قاسيه يا باشا ليا الاسماعيلي. تعليق على يمكن انا ما شفتش وانت يعني ده ناديك يعني الاسماعيلي في طبعا قبل ما تروح الاهلي يعني الاسماعيلي مشكلته الدايمه هي مشكله ماديه. الفلوس، فيضطر يسيب نجوم كبيره جدا على طول طول. الوقت طول عمره. فهي لازم حل جذري، يعني هتفضل كده طول العمر. النقطة اللي بخلاف كده اللي أنا اتفاجئت بيها برضو، يعني أنا ما سمعتش المداخلة دي، اتفاجئت بيها دلوقتي وأنا يعني الواحد جاي ماسك نفسه. بس في حاجات كده اللي هي إيه يا جدعان، يا جماعة أنتوا والله العظيم أنتوا مش زيادة عن الحد، أنتوا زيادة قوي. يعني أنا قريت، أنا رحت داخل على التصريحات دلوقتي، ده في تصريح هو قال لك كمان، قال لك أما أنت بتقول له هو مين اللي حدد المواعيد دي؟ قال لك لا أعلم. اقسم بالله العظيم احنا لو بتاعت بنتعامل السوبر، بتاعت كاس السوبر ايوه يعني المصري. ايه لا اعلم؟ امال مين اللي بيحط المواعيد؟ انا اللي حاططها؟ حضرتك اللي حاططها؟ يعني قول لي، انا قلت لك من شهر، قلت لك بس المنتخب الاولمبي يكسب، هتلاقي هم ما شاء الله بداوا من امبارح، اللي بينزلوا فيديوهات، اللي بيحضنوا بعض، اللي بيعمل مداخلات ما شاء الله. تصدق لا فاكر فيلم، انت ليك في الافلام، عارف الدادة لا دودي؟ انا خد بالك انا طبعا عارف الدادة انا دودي؟ بص انا اخلص الهوا ليك في الافلام؟ لستة الصبح فاتح افلام واقعد اضحك وبص، عارف وخصوصا كل ما الفيلم يبقى تافه ايوه او كوميدي. اللقطة دي، ما اقصدش تافه اقصد عشان بس كوميدي كوميدي انا اقصد يعني ما يبقاش في قضيه بقى وجع دماغ، انت عايز تضحك بتفك شويه. في لقطه في صلاح عبد الله ابنه كان حصل له صدمه وخرس، فهو في وقت معين اتكلم، فهو قال له ايه؟ انا بقول له اخيرا سمعت. ايوه بس ما تكملش. لا مش هكمل، ما ينفعش اكمل لان هي فيها شتمه. شتمه بعد ابنه، انما سمعت صوتك، اخيرا سمعت صوتك يا ابني. فعلا انا بتوع شفته الاتحاد بيتفرج عليه قال لك يا ابني. بتوع الاتحاد لازم يتقال لهم كده دلوقتي، انت فاهمني؟ اخيرا سمعت صوتك، ده انا بقى لي شهرين او بقى لنا شهرين في مصر قضايا وماتشات. انت قصدك اتحاد الدادا دودي يعني؟ لا ما قلتش كده، بس بتكلم في ان هم كانوا خرص من شهرين. حسين الشحات هم خرص، الشيبي خرص، تحكيم خرص، الاهلي والزمالك، الاهلي الزمالك رفض يروح خرص، احمد يعني. رفع التوفى خرص. بلاش كل القضايا سكين. لا كل القضايا، انت سمعت صوت حد فيهم؟ لا هات لي تعليق لحد فيهم من اتحاد الكره على اي حاجه، لعيبه ما تروحش المنتخب الاولمبي، هات لي واحد طلع قال لك ده كذا او كذا، ولا الهوا يا باشا، انت ما بتسمعش صوت حد، دلوقتي صوتهم طلع، هنبدا نطلع في الصوت، وبعدين انت في شهر كام؟ في شهر كام؟ خلاص هو 8 واحد 8 واحد 8 احنا بدانا واحد 8 بدانا خلاص بقى يلا يعني ايه؟ احنا بنتكلم على الكاس، 3 شهور على الكاس. الكاس 1/8 ما نعرفش مواعيده، واتفاجئنا دلوقتي ان مش هينفع تفتح القيد الا لما تلعب الكاس. ما دي لو المعلومه عندك من بدري كنت لعبت الكاس. لا كنت لعبته في توقف، في اي توقف دولي كنت كمان كام. احنا حددنا السوبر تحدد 4 و7 ما خدناش بالنا. رئيس لجنه المسابقات بيقول لك لا اعلم، امال مين اللي محدد كده؟ لا ولما تحدد ما عرف ما حدش خد باله ان 7 ده توقف دولي. هو مين اللي بيحدد؟ المفترض الاطراف المشاركه كلها. اطراف ايه؟ اللي هو الجانب بتاع الامارات والجانب المصري وشركات الراعيه واتحاد الكوره اللي هو بينظموا الموضوع والمسابقات كله وكل حاجه، واتحاد الكوره كلها اللي هو مسابقاته يعني. ما هو طبعا لا هو الموضوع بقى زياده قوي. صور الراجل في النادي الاسماعيلي الدكتور محمد جمال قال برضه، قال لك طب انا عندي مشكله قد تتفجر اهو، يعني ممكن هيجي لي بينالتي ولا حاجه، ولا هيجي لي طبعا وانا بكح تراب اصلا مش عارف اعمل حاجه. فانا كنت عامل حسابي قايل بسرعه، ما الزمالك عنده قضايا كتير، لو طلع له حد دلوقتي وراح اعمل له كده زي اللي اسماعيل. ما هو الزمالك باتشيكو يعني باتشيكو كان في حكم النهارده طيب 31/7 حظه ان الفيفا بعت قال له انه هتمتد يعني مش هدي حكم نهائي النهارده، بعد عندنا لغايه 30 اكتوبر ولا 31 اكتوبر، بس خلال المدة دي ممكن في اي وقت اعلن، يعني ممكن في 1/9 15/8 يعني هيدفع 1/10 هيدفع سيبك منه هيدفع. فانت كل ما القيد يتاخر ما هو زي ما قال الدكتور كده ايه؟ صح قال لك لو قيدت واحد بس خلاص القيد ده انتهى، يبقى هيبداوا معايا من اللي جاي وانا بكون حط راب متوقع ومشاكل وارثها من المجال السابقه، فالزمالك هيخش في نفس الديبيت دي
نفس انت القصه. انا اعرف بس يعني كل واحد وظيفته بيعمل بس ايه. بس هي فجاه احنا عرفنا انه موضوع الفيفا. انا وانت احنا الثلاثه فجاه نعرف عادي. ده مصر كلها عرفت فجاه. احنا طبيعي اعرف، انما انا لو مسؤول في مكان مش طبيعي ان انا اتفاجئ. انت ما يعني انت دلوقتي لو جيت البرنامج بقى يومين في الاسبوع ينفع دلوقتي تتفاجئ؟ اصل انا اتفاجئت ان هو بقى يومين، اسالك ليه تقول لي انا اتفاجئت ان هو بقى يومين؟ لا طبعا، مفترض انا بقى مشارك في الموضوع وقراري. ايه يحصل ايه يا رئيس لو مثلا ايه الكاس اتلغى؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ الايام هتقوم مثلا لو ايه الكاس اتلغى هيحصل ايه؟ لا هو 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 كانه الكاس اتلغى ده غلط لاسباب كتير. اول حاجه انه في رعايات وفي ده بزنس الكوره. ما انت في فرق بتخلص عليها اهو. لا بص هو 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 الكابتن سيد يقصد ايه؟ هو انت يعني انت بتخلف مجبر اخاك على بطل؟ يعني انت في حاجه اسمها لك بطوله؟ يعني في حاجه تقول لي ما كنت انا من بدري ما دام عارف كده. ما انت شغال ايه؟ تشتغل على الكاس من بدري يعني شغالين ايه؟ الوظيفه ايه؟ يعني كل واحد خد بالك في انديه خسرت الدوري عندها طموح تكسب الكاس بجمهورها زي الزمالك مثلا زي بيراميدز صح؟ حقه يعني حقه يطمح في البطوله الثانيه. ما تقوليش بيراميدز. ما اقصدش ما تقوليش بيراميدز خالص يا سيدي يعني. مودرن اسبوع اي نادي عنده طموح فكره انا خسرت الدوري اعوض في الموسم بالبطوله الثانيه ده صح ولا غلط؟ دي النقطه الثانيه انه انكم للانديه اللي بتكح تراب ماشي ما هو تخليص على انديه ثانيه زي ما الراجل ما بيتكلم ما هو الراجل انت بتحط بين نارين ما هو برضه هيجي له فلوس من الكاس فاضطر يقول لك مش عايز الفلوس الغي الكاس. ده عنده مشكله اكبر يعني وهو مش لوحده على فكره هي كل الانديه. لا ما هو اللي قاله ده خلاص نقطه مهم. انا لو هشتري لعيب محترف ما كل الانديه كده بقى دلوقتي عقده يبدا من امتى؟ يعني انا انا لو عقد لعيب يبدا من امتى اكتب له في التاريخ يبدا من هو خلاص هيبدا من ساعه ما تعاقد مع 7 او 8. لا ما ينفعش كده هو لازم يبدا مع قيده. ما ينفع يعني 1/7 لحد 1/9 بيعمل ايه؟ ما هو مش عارف بيعمل ايه ولا بيأشر بيأشر بصر يعني انت 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 لو عقد قدمته في مكان يعني خد الشهرين دول خد مرتب على ايه؟ على اللي هو بيعمل ايه؟ ولا حاجه. ان هو مش مقيد اصلا. مش مقيد في النادي. فانت انت كل الكلام ده لا وبعدين هو عنده مثلا الاسماعيلي هنفترض تعاقد مع اكس لعيب اجنبي افريقي مثلا مثلا وبعدين جه خد حكم اترزع حكم قبل وقعد 9 اولا مش هيأيد طب واللي تعاقد معاه ده واداله فلوس او اتفق معاه ده اللي إيه؟ حصل مع نادي الزمالك مع عمر كمال واحمد فاكر ومشيوا ومحمود شبانه منصور ومحمود محمود شبانه الثلاثه دول ومشيوا ما كان ومشي ايوه لان هو هيتأيد فين؟ ما هو ما فيش قايد تخيل لعيب حجم عمر كمال عبد الواحد او احمد ايمن منصور او الناس دي ما مشيت لان ما فيش قيد. فهي النقطه انا مشكلتي ان بعد ما مضوا ووقعوا خلاص كل حاجه كل يوم لازم حاجه لازم حاجة ما ينفعش تعدي كده اللي هو لا يا باشا في حدث جديد. بس ده موضوعين النهارده جامدين جدا موضوع القيد والموضوع التاني بتاع كاس السوبر اللي تحدد ده نزل اعلان عندكم يا جماعة البتاعة بتاعت كاس السوبر دي طلعوها لنا كده ده فابو ظبي اعلنوا عشان ابو ظبي عارفين كل حاجه وعندهم كل الديتيلز. لا يعني اقصد زمالك الكابتن في اتفاق المفروض طبعا يعني لما اللجنه الاولمبيه او المجلس الرياضي في ابو ظبي يعلن فهو اتفق مع حد اكيد طبعا اكيد طبعا حد هو هم هناك خد بالك غيرنا ايوه هناك منظم منظم وطبعا هناك منظم ايوه عندهم كل ديتيلز يا سيد منظم بس انت هنا بقى صاحب الفرح كله الفرقه اللي هتلعب ما هو اكيد قبل ما يعلن هناك اتفق صح؟ والله احنا محتاجين ليه بقى طيب؟ محتاجين ليه؟ لا والله هي كل حاجه بتمشي يعني هو امر واقع انا بس ايه احنا امر واقع ايه فوق ده عدلنا طلعنا احنا 1/8 مين اللي اتفق؟ انا بس ايه هنشوف مين اللي هيسافر اللي هيبقى موجودين في الماتش هناك في السفريه بس السوبر في السفريه عشان نعرف مين اللي اتفق كلهم هيبقوا موجودين طبعا كلهم موجودين وما يعرفوش حاجه يعني دوله كبيره وما يعرفوش حاجه بتدعو كل الناس وما مش عارفين حاجه يعني انت بتروح تحضر حاجه مش عارف معلومه عنها وانت مسؤول بس هو الحاج عامر ما بيسافرش لو انت هتخلي ترس كنتهم اللي بيسافر لا مش تهم ولا حاجه انا يعني بتكلم ايه انت دورك انا ليا وظيفه معينه باديها اكس مش كابتن بشير ولا شبانه ولا الحاج ولا الدكتور وظيفه معينه حد بيأدي الدور ده بيتعمل ولا لا هي دي النقطه انا نفسي بس حد يجي ايه يقول لنا ايه الجماعه دول بيعملوا ايه يا الجماعه دول ايه نظامهم يعني يعني ايه اخرتها طيب اخرتها باتر يا سيد
انت وصلت الكره المصريه اقسم بالله العظيم الكره في اسوء حالات. المنتخب الاولمبي لو حقق انجاز هيبقى انجاز عشان اللعيبه عايزه بس ومدرب. وعشان مدرب كويس. لكن الناس دي اتحرقت بكل الطرق يعني. انت لحد اخر يوم ده انت معذبهم، لا عايز تديهم لعيبه ولا عايز تصفح حد. لسه الحلقه اللي فاتت بنتكلم بنقول ان الناس دي لا تعمل لها بلان ولا تعمل لها خطه اعداد ولا معسكرات ولا ماتشات ولا اي حاجه خالص يعني. فما كانش حد اصلا هيلوم يقول ايه لو الفرقه دي خرجت. كله في الفيديوهات دلوقتي تمام وزي الفل يا باشا. بس بحق ربنا وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي بيتكلم بيقول المنتخب ده اتظلم، لانه يعني في حاجات كتير كان المفروض تتعمل ما اتعملتش.